عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. يبقى إن شاء الله بما أنه كلنا أو أغلبنا ما كنستغناوش على الجوسون في موائدنا الرمضانية، اليوم جبت لكم طريقة رائعة باش نحضروا العجين كيجي مورق وخفيف وهشيش بلا توراق بلا عجين مورق بلا مجهود وبلا تخمير، كتجي لذيذة بزاف وحتى الحشوة جد جد مميزة بدون مجهود، هي كتوجد بسرعه وكتستحق هذه الوصفه تجربه. اذا بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقه التحضير ديالها. غادي نذوبوا تقريبا كاس مع مرش ديال الزبده. بالنسبه للزبده انا استعملت هنا زبده مبستره من اصل الحيواني، كنقولوا هذا العبار لان بزاف الاخوات ما كيفهموش شنو هو العبار، كيقصدوا انه يمشيو عند البقال وياخذوا اللي بالعبار، ماشي شرط العبار كنقصدوا بها زبدة حيوانية أو مبسرة، يعني ماشي مارغرين. طبعا إذا بغيتو تستعملو مارغرين استعملوها. كنحتاجو كيف قلت كاس مع مرش، غادي نذوبها ونمشيو نشوفو باقي المكونات. غنحتاجو 4 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض نوعية جيدة، يعني 500 غرام يكونوا عامرين مزيان، كاس العنبة الكبير نعمروه مزيان باش يعطينا 500 غرام، قليل من الفلفل الاسود اي الابزار، شويه ديال التحميره باش كتعطينا لون زوين غير شويه، او نديرو شويه السودانيه اللي بغيتو، وغنضيفو كذلك رشيشه من خميره الحلويات واحد ربع كيس تقريبا 2 غرام في هذه الحدود حتى 3، الملح طبعا ملعقه صغيره من السكر. غادي نخلطوا هاد المكونات وغادي نضيفوا قطعتين من الجبن، كتعطي لذة زوينة بزاف لهاد العجين، يعني ماشي حيت عجين ما غنبنوش، فضيفوا 2 قطع وديك الكاس اللي ما عامرش من الزبدة اللي ذوبت، او كيف قلت نستعملوا مارغرين الا بغيتو، 2 معالق كبار من زيت الزيتون او زيت المائدة. غادي نرملو هاد المكونات مزيان، الا بغيتو تزيدو واحد المعلقه صغيره ديال الموطار تزيدوها، ما بغيتش نكثر عليكم المكونات. غادي نخدمو بصبعنا فقط، نرملو الدقيق مع هاد الاضافات اللي درنا ونجمعو بالحليب بارد. هنا كتجي غزاله بزاف ودغيا كتوجد ما كتعذب ما حتى حاجه، ما كتاخذش حتى الوقت. صافي غادي نستمر حتى كنرملو مزيان، وغنجمع كيف قلت بحليب بارد تقريبا واحد الكاس، المهم حنا نضيفو شويه بشويه حتى يتجمع العجين. حنا غنخدموها بحال غنخدمو العجين المكسر او بات بريزي، وغادي نضيفو طبعا تقريبا واحد المعلقه د الخل كتهشش لنا العجين، الحليب بارد من الثلاجه ونجمعو فقط غير هكا، غير نجمعو ما ندلكو ما حتى حاجه باش نحصلو على العجين بحال مورق ما تدلكش يتجمع، كنأكد. صافي غير نجمعوها، انا غندخل داك الكاس كامل، ولكن نتوما نضيفو شويه بشويه، لان يعني قدروا تعبروا بكاس يكون صغير ما يكونش كيوزن بحال الكاس اللي عندي، الا درتو 500 غرام مضبوطه فكاس غادي تهز لكم، ولا عبرتو بالكيسان بلا هذا فمن الاحسن، وفي جميع الاحوال يعني حتى الدقيق كاين اللي كيشرب وكاين لا. انا كما لاحظتوا ضفت الكميه اللي بقات شويه بشويه، يعني واحد الكاس ما عامرش، يعني بقى لي من الكاس كميه قليله. صافي غير نجمعها، صافي هكا نخليوها، ما غاديش نحاولوا اننا نزيدو وندلكو ونجمعوها بلاستيك غذائي ونخليوها في الثلاجه على ما نوجدو الحشو، يعني الوقت اللي يوجد فيه الحشو كتكون هاد العجينه بردات وارتاحت. في مقله كنديرو كميه من زيت زيتون او زيت نباتيه، والحشو اختياري، نقترح لكم هاد الحشوات هي كتجي لذيذه وسهله في التحضير، يعني الاساس هو العجين رائع وكلت الحشوه كذلك. يعني الا شهيتو شي حشوه اخرى ولا ما كانش عندكم الطون او هاد المكونات اللي غندير، ديروا الحشوه اللي بغيتو. كندير حبه بصل تكون كبيره او 2، كنضيفو فلفل، انا ندير غير الحمر، يعني غنقضيو غير اللي عندنا، ان ما كنخرجوش كل مره نشريو اللي بغينا، كنجمعو وكنتقداو في مره في الاسبوع ولا اكثر.
فلفلة كبيرة أو جوج حتى هي، نشحروهم مزيان مع بعضهم ونضيفو كمية من الفلفل الأسود، شوية ديال الزعتر كنحكوه وكنخلطو، وما نساوش طبعا الملح، وكنضيف جوج معالق كبار من صلصة الطماطم الجاهزة، أو عوضها نديرو الطون بمطيشة أو نديرو غير الطماطم المصبرة، ما نديروش الطماطم العادية اللي توفر. ممكن نخلطو كلشي في المقلاة، أنا باش تبرد لي دغيا غادي نوضعها في جبانية كبيرة. نضيفو الطون علبة أو علبتين، أنا بصراحة درت علبتين باش تعطيني كمية كثيرة. إلا بغيتو ديرو غير علبة وحدة زيدو من الكمية ديال البصل وديال الفلفلة باش يجيكم حشوة كثيرة وتقدكم من هذه الكمية ديال العجين اللي عندنا. نضيف كذلك شوية ديال الزيتون اللي قطعته رقيق، أو ممكن تفرموه، حتى الفلفلة راني فرمتها ماشي طحنتها، فرمتها اللي كتقطع الخضرة أو تقطعوها مربعات صغيرة. وكنضيفو جبن على حسب الرغبة، طبعا الجبن دائما كيضيف لنا نكهة خاصة للمملحات ديالنا. نخليو الحشوة على جنب حتى كتبرد ونمشيو نوجدو العجين كذلك اللي كيكون ارتاح وبرد، ونقطعوه باش كل قطعة غنطلقوها بوحدها لان باش ما تعذبناش باردة وجينا مقادة. إن كانت العجينة كتيرة وكبيرة غنطلقو يبقى الوسط غليظ وجناب رقاق، نحاولو نرقوها وكتبقى على حساب الرغبة. وخا تغلضوها شوية راه مكاينش مشكل، راه ماشي بحال العجينة اللي خامرة، فهادي كتجي مجعبة من الداخل وبحال مورقة. صافي غادي نطلقها بالمدلك بهذا الشكل، ومرة مرة نرشو بالقليل من الدقيق، او ممكن نستعملو ورق الخاص يعني ديال الطبخ او بجوج بلاستيكات. انا بعض الاخوات كيسولوني واش ممكن، ما عندناش، فانا اليوم قلت نطلقها مباشرة فوق الطبلة باش تشوفوا الطريقة لانها بسيطة، راه ممكن ما تلصقش، ولكن كاينين شي وصفات اللي كنضطروا نديروا البلاستيك كيكون صعيب وكيعذب اننا نهزوه من فوق الطبلة. صافي كناخد طابع صغير او كبير، انا استعملت هذا الكبير اللي كندير به الحرشه باش يجوني شويه كبار، وانتم على حسب الرغبه ديالكم. غنقطع دوائر العجينه، راه كما لاحظتوا فهي ما غليضاش، وغنستمر حتى نقطع هذه العجينه كامله ونطلق العجينه اخرى بنفس الكيفيه. نقطع كل شيء العجينه القاده كامله وعاد نوزع عليها الحشو باش تجيني مقاده، ماشي نعمر شي ونخلي شي خاوي. كنقدها خصوصا ان لي شوسو ما تيبغيوش زعما يجيو عامين بزاف بالحشوه، حتى العجينه كتجي لذيذه بوحدها تاكليها ما كاينش مشكل. العجينه اللي كتبقى كنجمعو غير قطعه فوق قطعه، ما تدلكوها ما تعجنوها، يجمعوها هكاك حتى تعاودو تطلقوها مره اخرى. صافي غنستمر بنفس الطريقه، تنقد العجين كامل اللي عندي كيف قلت، وعاد نبداو كنديرو له الحشو ونوزعو عليه بالتساوي. كنت هذه الكميه كتعطي كميه كثيره، وكنحاول بالمدلك نجر، ما كنخليهمش دوائر، كنطولهم شي شويه باش منين نقلب العجين يجيوني هما هذوك مقادين. غنحاول كلهم نديرهم بنفس الطريقه ونفرقوا كيف قلت، نوزع الحشو على حسب العجين كامل اللي عندي، نقادهم ممكن في هذه المرحله كيعجبكم الجبن وتوفر زيدوا واحد الكميه. صافي وغادي نبدا كندهن باصفر بيضه، هاد الاصفر بيضه غندهنوا بها باش نلصقوا، واللي تبقى لينا غادي ندهنوا به من الفوق، يعني غنحتاجوا في المجموع اصفر بيضه فقط. كندهنوا هاد الجوانب باش كتلصق لينا العجين مزيان وما كتحش لينا اثناء الطهي، ونبداو نطويو ونضغطوا ونعاودو من بعد ان تبتو كما العاده، يعني كما كنحضروا دائما الشوسون ديالنا كنثبتو بفرشيطه او الشوكه او الفرشيطه هكذا باش كيزيدو يعطيو حتى المنظر، ونزيدو نقادوهم مزيان. انا زدت استعملت جراره من بعد، الا بقى لي شي حاجه مقاداش نقادها.
صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه، نقادهم كاملين ندعوهم في صفيحه الفرن، يعني كاينه كميه اخرى درتها في صفيحه واحده اخرى، وندهنو باصفر بيضه، زدت لها شويه ديال الحليب وشويه ديال صلصه الصوجه اختياري، ممكن ديرو شويه القهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للتزيين فدائما كيجيني سؤال علاش ملي كتشري داك اللوز اللي مقاد، هذا كيتسمى اللوز يعني ايفيلي ديكوراتيف، يعني ديال الديكور ماشي ديال باش نحضروا به شي حاجه كثيره، هو غير ديال التزيين، فكيكون مقاد في الشكل ديالو، كيكون حتى المذاق ديالو زوين، بعدا كيعجبني شخصيا هذا. وعلاش اما الاخر اللي كيكون كيتباع في العباره فكنلقاوه مهرس غالبا، انا كيكون كيهزو منه ويعاودو يردو. صافي غادي نستمر، غادي نزين، وتزين اختياري كما العاده، كمية غنديرها بهاد هذا، وكمية اخرى غنديرها بشوية ديال الزرارة، غالب فيها البافو اولا بودر الخشخاش، ممكن تستعملوا الزنجبيل، ممكن ما ديروا حتى حاجه غير تشرطوا من الفوق بفرشيطه باش يجيكم بحال الشكل ديال اللي كنديروا الفقاس او لي غاليت اللي توفر، اولا حتى يطيبوا ديروهم شويه ديال الجبن من الفوق. المهم اننا نزينو بالطريقه اللي كتعجبنا ونقدمو، لان حتى العين كتاكل قبل من البطن. صافي غادي ندخل الفران مسخن من قبل، درجه الحراره تكون منخفضه باش كيطيبوا ويتحمروا على خاطرهم اول من التحت، وعاد كنحمروهم من الفوق حتى كياخذوا لينا اللون الذهبي، كيشيو هشاش كيف قلت مزوينين بزاف ولداد، وكيستحقوا التجربه ديالكم. وشكرا، مبروكه، والى اللقاء. شكرا.